أهلا وسهلا، معكم شيف أماني أخصائية تغذية ومدربة معتمدة دولي. حابة أشكر شركة الزقزوق على إتاحة الفرصة لعمل هذه الدورة اللي كانت 4 أيام واليوم كان آخر يوم. قدمنا فيه 4 أطباق مميزة، كانت لبن سلطة اللبن المميزة، كانت رز الزربيان العدني، كريم كراميل الفرن، وكانت فطائر عيش باللحم. أشكر كل القائمين على هذا الجمال اللي هو شركة الزقزوق، إن كان إدارة، إن كان العاملات، إن كان تصوير، إن كان المكان المجهز بكل الأجهزة والأدوات والمنزلية اللي فعلا نجحت هذه الدورة ويعني بينتها في أحلى صورتها. الحمد لله من مدام أماني وطبيخ ما شاء الله كويسة ممتاز مرة كويس. شكرا. فيا رب يكون عندنا لقاءات تانية، وترقبون إن شاء الله في دورات بإذن الله وورش عمل بالتعاون مع شركة الزقزوق، لأنه فعلا ما في زيهم. يعطيهم العافية.